ايه تاني؟ في الديري برودكتس تشيز. ايه تاني؟ الميلك في جزء كتين وبروتين وميلك. طب البلاند سورس اوف بروتين؟ لا انتوا النهارده مش عارفيني. انتوا عارفين ان الاستاذ حسام بيصور ومش هينفع كده. ينفع كده يقول كلمه حيه ودفعه 20 10 مش على المستوى؟ ينفع؟ البلاند سورس مش عارفين. ها؟ الكليات العظيم الجرين مش كده؟ يبقى اذا في عندنا بلاند سورس اوف بروتين، في عندنا انيمال سورس وات ذا ديفرنس بتوين بلاند سورس اند انيمال سورس اوف بروتين. انت لما بتيجي تقعد وتاكل ومامتك عملت لك على الغداء اي بلاند سورس اوف بروتين، هتبقى سعيد وانت بتاكله اما بتعمل لك انيمال سورس اوف بروتين؟ سألت نفسك ليه؟ بينك وبين نفسك كده سألت نفسك ليه، مع انك هو مبسوط بالفيش والميت والاكس والكلام ده، مع انك مستعين بالفول والعكس والحاجات دي، ايه اللي خلاك سعيد في الميت وسعيد بالفول والعكس والجريز؟ هو احنا بنتكلم كلام علمي بقى مش كده؟ هل البروتين المين رول بتاعها انها تدي طاقه؟ طيب اذا ده مش فاكر. ها؟ طب ما احنا عايزين نفسر المعتقدات دي علميا، مش عندهم حاجه فيها ولا لا؟ لحمه غاليه هو هل احنا مثلا هنشيل حاجه عشان الاقي هي غاليه علشان السبب اللي انا بسال عليه؟ قول كده، انت قلت كلمه كده عشان الميكرو اكستنشن امامنا اصلا. عظيم، برافو عليك. تمام، هو كده في الحاله دي انت هتاخد في الوجود بس بعد ما خالص. ماشي، يبقى اذا هي عندنا السورس بروتين، احنا اتفقنا ان في عندنا اثنين سورس انيما سورس وفي بلاند سورس. الانيما سورس زي ما ريكو قال زي الميت الفيش البولتري بالاضافه الى اكس ايه تاني؟ والديري برودكتس البلاند سورس كلها في الجرينز زي ما بيكو قال ان احنا بنفضل دايما الايه؟ الانيمال سورس. واي؟ عشانها غالية ولا عشانها مريحة في الأكل ولا عشانها إيه؟ علشان سبب أساسي وهو the presence of essential amino acids. هنا the presence of essential amino acids. وعشان موجود الاسينشال امينو اسيد بنطلق على الانيمال بروتين بانها كومبليت بروتين، يعني دي تدي نفس التسميه هنسميها كومبليت بروتين. في نفس الوقت دي دور امينو اسيدز، وعشان كده هنسميها انكومبليت بروتين.
عندنا اسباب جوهريه ان احنا ما بنحبهاش كده من فراغ، وانها مش غاليه كده برضه من فراغ، ولكن غاليه علشان موجود فيها essential amino acids. طيب الناس اللي بتاكل جرينز مش لاقيه غير جرينز او كلام من ده، تعمل ايه؟ هتاكل كميات متنوعه من الجرين to reach the same amount of potential amount لي potential amino acid هنا. You must eat a variety of grains عشان to reach the optimum amount of essential amino acids needed for our bodies. يبقى اذا الناس اللي بتاكل الحبوب ما تتعبش او ما هتتاثرش، ليه؟ لان لو اكلت كميات متنوعه من الحبوب ممكن انها تصل الى نفس الكميات من الاسنشال امينو اسيد، وبالتالي بتعادل القيمه الغذائيه اللي المفروض الناس تاكلها في حاله الانيمال سورس. تمام؟ طيب احنا اما اتكلمنا في كلامنا من مسيره الامينو اسيد، يبقى احنا ممكن ننسى كل اللي احنا قلناه عن البروتين، ها؟ ونخلي كلامنا كله عباره عن امينو اسيد. اما نيجي نتكلم عن امينو اسيد لابد ان احنا نفكر بعض بايه؟ بالاسيد اللي احنا اخذناها قبل كده. اخذنا ايه قبل كده من الاسيد؟ ها؟ اخذنا الاورجانيك اسيد العاديه زي السلفوريك اسيد، زي الاسيتيك اسيد، زي ال HCl hydrochloric acid، دي بسميها organic acid. تمام؟ طيب في عندنا fatty acid زي ايه؟ زي palmitic acid وزي oleic acid. وليه اللي احنا اخذناها فين؟ في الفاتس. النوع الثالث اللي هو الامينو acid. طيب قبل ما اقول الامينو acid بتتميز عن انواع الاسيد المختلفه في ايه؟ لابد ان انا اعرف الاول الاسيد بيتميز عن اي كيميكال كومباوند بايه؟ The presence of carboxylic group اللي هي عباره عن جروب اللي هي COOH. اذا اي اسيد في الدنيا لابد ان هو يكون موجود في ايه؟ كاربوكسيليك جروب. دي اسمها الكاربوكسيليك جروب. يبقى اول ما اشوف اي كيميكال كومباوند بروتين كاربوكسيليك جروب اعرف ان هو اسيد. خلاص؟ طيب الخطوه الثانيه ازاي افرق ما بين الفاتي اسيد واي اسيد ثاني؟